تستعد مدينة سامراء لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمامين العسكريين بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. في كل سنة احنا جينا طبعا عن طريق صفوان، ومن نزلنا من أول نقطة كان تعاون ويانا الأمن، يعني لا يتصور، يعني مجرد أن سألونا أنتم من أين، من البحرين، تفضلوا. يعني هذه نشكر الشعب العراقي والحكومة العراقية والقوات الأمنية على هذه الخدمة. زيارة موفقة، والتعاون الأمني وكذلك العراقيين هم كذلك مضياف، شعب مضياف. من أول ما طبينا إلى العراق من صفوان، يعني التلقينا بأفضل حفاوة من الشعب العراقي بالخدمات. القيادات الأمنية باشرت بوضع خطة أمنية، وذلك عبر نشر القطاعات العسكرية ابتداء من قضاء الدجيل المحاذي للعاصمة بغداد وحتى مداخل مدينة سامراء لتسهيل حركة الزائرين الوافدين إلى المدينة لأداء الزيارة والتوجه صوب كربلاء. نفذت قيادة عمليات سامراء خطة واسعة وشاملة لتأمين حماية زوار حقيقة أربعينية الإمام الحسين في جنوب محافظة صلاح الدين في 4 أقضية و9 نواحي. طبعا الخطة اعتمدت على مجموعة من المبادئ المهمة، وهي الحقائق والدروس المستنبطة والموارد والإمكانيات والعمليات الاستباقية وحقيقة التوجيهات اللي صادرة من المراجع. العملية نفذت من قبل 18500 مقاتل من أبناء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الساندة من جهاز الأمن الوطني والمخابرات الوطني. قيادة عمليات سامراء للحشد قامت بوضع خطط أمنية مناسبة لهذه الزيارة. طبعا احنا هذه الخطة ما جت عن فراغ، بعد انه الزيارات السابقة علمتنا هواي دروس. طبعا الألوية الثلاثة، لواء 313 ولواء 314 ولواء 315، مع الاختصاصات بالإنذار، هي الإنذار الكامل، انتشار من قضاء بلد إلى سامراء. حاولنا بوضع خطة أمنية حتى ما تتعارض مع غلق الطرق والشوارع. هذا وأنهت الكوادر الخدمية والصحية استعداداتها لتقديم الخدمات للوافدين إلى المدينة، ومن المؤمل أن تصل أعداد الزائرين إلى 1 مليون زائر عربي وأجنبي. من صلاح الدين محمد السامرائي، قناة التغيير.